صدر عن مجلس الوزراء أمس، هذا صدر طبعا، نظام لمكافحة التستر، ما هي ملامحه وما هي العقوبات. صدر بالأمس عبر مجلس الوزراء ولله الحمد نظام جديد لمكافحة التستر. هذا النظام هام جدا ويتواكب مع توجيه المقام السامي بلجنة وزارية للإشراف على البرنامج الوطني لمكافحة التستر. أبرز ملامح هذا النظام: يغلظ العقوبات، كانت عقوبات السجن 2 سنين أصبحت في هذا النظام 5 سنوات، كانت سابقا الغرامة المالية 1 مليون أصبحت في هذا النظام 5 ملايين. النظام الجديد يحمي المبلغين بخصوصية بياناتهم ويكافئ من يبلغ أيضا ب30% من قيمة الغرامة بعد صدور الحكم النهائي. هذا النظام يجرم كافة المتعاملين بجريمة التستر التجاري وسلاسل إمدادها والتعامل والتعاطي مع أسبابها. أيضا هذا النظام عندما يبادر المخالف ويعترف بجريمته ويبلغ عن نفسه، فإنه بالتالي النظام يعني أعطى الحق للجهات القضائية بتخفيف العقوبة أو مسامحته عليها والعفو عنه. أيضا من المواد المهمة في هذا النظام هو حجز ومصادرة الأموال التي تكون استخدمت في هذه الجريمة. لذلك هذا النظام بإذن الله سيقضي، وهو في مرحلة هامة جدا، على جريمة التستر التجاري.